يعني لعيبه يعني واضح ان مشاعرها مع النادي الاهلي، واضح ان هي يعني قالت انا يوم ما ارجع وببلاش. وعلى فكره في مروه عيد عبد الملك برضه لعيبه محترفه قالت نفس الكلام ونفس القيم. لكن نرجع تاني برضه يا جماعه، والله لو المساله مساله فلوس احنا فاهمين، انما تحولوها بقى كمان لحاجه لا تصدق والقياس فيها غير منطقي، الاحترافيه مش الاحترافيه، ده اللي بقى احنا نقول عليه ما يصحش، لان في تلقيح على النادي الاهلي. هو ما انتش خارج من نادي صغير، انت خارج من نادي اكبر نادي في افريقيا اللي الكل بيحاول ان يلحق به زي ما بيقول باي هوك اور كروك، يعني باي طريقه. خليك شايل حاجه للنادي الاهلي، لانه ما عملش معاك غير كل شيء جيد يا كابتن رمضان. ما اعتقدش ان العيله اللي انت تربيت في وسطيها، حتى لو خرج منها الكابتن شريف وبقى معاك في بيراميد، اشعر بالحرج الشديد للكابتن اكرام الكبير، لكن في كل الاحوال يعني انت برعم من النادي الاهلي من صاصك لراسك. فعلى الاقل عندما تاتي ذكرى النادي الاهلي او ذكر النادي الاهلي على لسانك، نتوقع اكبر قدر من التقدير والاحترام.